امبارح بالليل قبل ما انام طلعت هيك على التويتش، صرت شيك على التويتش هيك، لقيت في لعبة عليها 1,100,000 ستريم مثل ما شايفين بالصورة، فطلعت هيك في شيء مو طبيعي يعني 1,100,000 ستريم بهاللعبة ما كنت افهم. طلعت لقيتها فالورنت. الفالورنت هي اللعبة اللي انا حكيت عليها في فيديو سابق الموجود تحت بالدسكربشن لو حابب تشوف شو هي اللعبة، حكيت عنها كتير اشياء لهي اللعبة. مثل ما شفنا امبارح سبعة تاريخ سبعة يعني امبارح طلعنا هيك، لقينا اللعبة نازلة كلوس بيتا وكل الناس عم تلعبها تجربة، يعني بيتا تجربة، وكل الناس عم تلعبها الا انا ما كنت لاقيها نزلها، ولا ستريمر عربي يعني غير اللي عايشين طبعا باوروبا او عايشين بامريكا هن اللي قدروا مثلا يعملوا القصة او يلعبوها، بس انا ما كنت لاقيها للعبة ولا كنت اعرف نزلها. فبعد ما دورت وفتح على الموقع تبعه وشفت هون وهون وهون، طلع الموضوع انه لعبه هي البيتا اللي نزلت تبع فالورين طلعت انه محظوره عنا بالميدل ايست اللي هو الشرق الاوسط، وطلعت مو موجوده عنا بافريقيا. يعني احنا في عنا اثنين ريجن او منطقتين بالعالم مو نازله عليهم اللعبه او لحد الان ما اندعمت فيها هي اللعبه، مثل افريقيا والشرق الاوسط اللي هو الميدل ايست. هدول المنطقتين لحد الان ما بنقدر نحن نجربها اللعبه حاليا لانه هيك الشركه قالت، بس ما بنعرف يعني هل احنا لازم انه نتشكر الشركه ولا نسب الشركه، ما لي عارفه انا شو بدي احكي. هي الصراحه لعبه حلوه يعني باينه لانه كل ستريمر عم يلعبوها حاليا وعم يجيبوا فيها لقطات حلوه، ولحد الان يعني تخيل صار لها يوم واحد يعني صار لها تقريبا 24 ساعه اجت فيها لقطات حلوه والناس كلها عم تشكر فيها. بس اللعبه رح يكون نظامها انه شلون رح تكون اللعبه، يعني لو انت متعود على الفورتنايت وعلى الببجي وعلى لعب الببليك مع رفقاتك والفن وهيك والحكي والضحك وهيك، فهي اللعبه ما رح تنجح معك، هاي اللعبه رح تكون فاشله معك جذريا بهذا الموضوع، لانه هاي اللعبه رح تعتمد على مود او رح تعتمد على طريقه اللعب اللي هي انه التعريق بالشكل العام، يعني انك انت بدك تكون على الهيد شوت وبدك تكون التيم تبعك ما في ابدا مزح وما في شيء. ممكن مثلا لو انت كنت عم تلعب مع رفقاتك واخذين رفقاتك اللعبه جد وانت اخذت اللعبه مزح وما مزح ممكن يكبوك بزباله وما عاد تلعب معهم. من حكي يعني عم حاكيكم فعلا، انا من الاخر عم حاكيكم. فهذا الشيء لو انت لعبت مع رفقاتك اللعبه رح تلعبوها انه انتم رح تلعبوها على ارواحكم من الاخر، لانه اللعبه مزيج بين لعبه اوفر واتش وسي اس جو. انا ما رح فوت بالتفاصيل الكامله فيها للعبه، اللعبه يعني رح احكي لكم شوي بسيط عنها كمبدئيا جديد غير الفيديو القديم اللي انا حكيته. اول شيء مواصفات اللعبه رح احط لكم اياها تحت بالديسكربشن مشان تعرفوا شو هي المواصفات. اللعبه ما بدها مواصفات مبدئيا كثير، يعني كارت الفئه المتوسطه اللي هو جي تي اكس 1050 تقريبا بيشغلك اللعبه على 144 اف بي اس مظبط وضعك واحلاك، بس غير هيك واقل من هيك بيشغل لك اياها. يعني تحت المواصفات انا يعني ما بعرف كثير بالمواصفات يعني، ومثل ما حكينا اللعبه رح تكون مبنيه اكثر على نظام الاي سبورت والبطولات. يعني مثلا لو انت عم تلعب بدك تلعب بدك تعتمد على هاي اللعبه انك انت ما رح تدمنها، انا يعني واحد من الناس اللي ما رح ادمنها زياده، لانه هاي الالعاب احنا شفنا منها كثير مثل السي اس جو ومثل يعني الشوتر وهالقصص، هي كثير شفنا منها هاي القصص. فاللعبه مو جديده على السوق ولا شيء، بس اللي بيميزها شغله واحده، الشغله الواحده اللي بتميزها انه انت رح يكون عندك شخصيات سكينز يعني شخصيه كامله باللعبه، لكل شخصيه رح يكون لها تاثير او يكون لها قدرات خاصه فيها، وهي مثلا في شيء تبع الهواء، في شيء بيبني جدار، في شيء بيبني مثل غيمه مثلا مثل السموك تبع قنابل السموك الدخان انك انت تحمي حالك فيها ما حدا يشوفك، وفيها كتير ميزات وقصص لهي اللعبه، لكل شخصيه لها ميزه. مثل ما شايفين باللقطات كمان يعني الهيد شوت عم تجي بخشمه عم تقبره قبر خلص ما عاد في يعني اي مجال للتراجع عن الهيد شوت، الهيد شوت يعني هيد شوت خلص. فهي اللعبه كلها بشكل عام كل شيء بسيط سريع حكيته عنه، اول ما تنزل ان شاء الله اللعبه على الميدل ايست او تنزل على افريقيا اقدر انا العبها او اقدر انزلها من عن طريق الموقع الرسمي، رح نزلها دغري والعبها ونزل مقطع جيم بلاي عنها ونشوف نجربها هيك مع بعض ونشوف شو رايكم باللعبه، واعلمكم شلون تنزلوها لو كان لها ايميلات وما ايميلات والقصص كمان، كمان انا متابع الموضوع ان شاء الله. وبالنسبة للفوز خليني احكي شيء بسيط قبل ما انهي الفيديو، بالنسبة للفوز للعبة واللعب نظام اللعبة، يعني نظام اللعبة رح يكون مثل سي اس جو بالضبط اللي هو فريق ضد فريق، خمسة ضد خمسة، لكل فريق في يعني مثل انه الارهابيين وفي مثل الشرطة مثلا هيك يعني بالعامية، انك انت في فريق بده يروح يزرع البومب او يحط البومب وفي فريق تاني بده يروح يفك البومب مشان يربح الجولة، وبتقدر تربح الجولة من خلال انك انت تقتل كل الفريق او تزرع القنبلة وتتفجر. لو انت كنت من الفريق الاحمر اللي بيزرع القنبلة هيك انت بتزرع القنبلة تتفجر بتربح الراوند او الجولة، ولو كنت من الفريق الازرق اللي هو بده يفكك القنبلة انك انت بدك تروح تفك القنبلة وتربح الراوند، يا اما هذا الفريق بده يقتل هذا الفريق كاملا، يا اما هذا الفريق بده يقتل هذا الفريق كاملا لحتى تخلص الراوند وتربح الراوند.
هاي هيك كل شيء مبسط وفصلت لكم اياها للعبه باسرع ما امكن يعني، اقل حكي يعني مشان ما اطول عليكم بالفيديو، لانه انا مبدئيا ما لعبت اللعبه، ومثل ما شايفين لقطات يعني عم صورها وعم بحكي بنفس الوقت وعم بتفرج انا كمان معكم على اللقطات. مثل ما شايفين يعني اللعبه حلوه مبدئيا وفيها كذا قصه هيك يعني ممتعه وظريفه، اللي هي ممكن انك انت تخليك تلعبها تتسلى. بس لو انت مثلا بدك تلعبها بشكل مستمر مثلا، وإلك بالعاب الشوتر مثل كونتر سترايك سي اس جو يعني، ومثل العاب الشوتر كلياتنا اللي احنا بنعرفها، هدول الالعاب تبعات الفريق ضد فريق، وفيها كمان خريطه مثل دستي اللي انا هلا لاحظتها اللي هي مكتوبه بالعربي مثل دستي تبع سي اس جو، نفس الموضوع مكتوب بالعربي وهيك. ف سي اس جو على اوفر واتش على ميكس على ما بعرف على كتير اشياء، فانا مستنيه لما تنزل. ما رح اقدر اطول اكثر من هيك لانه انا ما كتير يعني لعبتها، وما بقدر ما بحب احكي على شيء انا ما لعبته وما جربته، كون مجمع بياناته ممكن تكون غلط البيانات. فانا هيك كل شيء عندي بشكل عام، كل شيء حكيته من وجهة نظري، وشفت لكم بعض المعلومات البسيطه اللي هي مثل انه لعبه شوتر ومثل هالقصص سي وفريقين وهيك. فبس هي اللعبه على تويتش حاليا، هي 1,100,000 تقريبا ستريم، اكثر واحدة عليها ستريم هلا حاليا على تويتش، هي مثل ظاهر امامكم بالصورة. لو حابب تشوف ستريم اكثر كمان ناس عم تلعبها وتتفاعل فيها، فوت على تويتش هلا بتلاقيها 1,100,000 ثابتة. من امبارح 1,100,000، انا امبارح شفتها قبل ما انام، كنت ما رح نام بدي انزل مقطع عنها، بس تحالي خليها تاني يوم. فبس هي اللعبة، رح كمل لكم شوية مقاطع صغيرة، بتمنى تكون استفدتوا، عجبك الفيديو، وان شاء الله بنستنى مع بعض لما تنزل اللعبة لحتى انا كمان العبها وارجيكم اللعبة شلون نلعبها، ونحكي مع بعض شوي هيك عن تفاصيلها وعن سكنات وعن الشخصيات. فبس لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسى اللايك وتعليق حلو، ولو ما عجبك سب ديسلايك عادي اتس اوكي، واشتراك تفعيل زر الجرس. سلام. You know, that's smart because you kind of like in your money news and stick it on the side. Yeah. Get up. What's your opinion about this game versus your opinion of Counter-Strike? This game is Counter-Strike with waifus, spells, and more complex team strategies, but less emphasis on individual mechanics because they made the game slower and a little bit more forgiving. But overall, very much the same genre, and it's like they essentially said really what they're doing is, you know, they're trying to do to CS what they did to Dota, which is you come at it with your own style. I was just out there, you know, lurking. That's what they call it. You update constantly, you update tons of characters, you do this, you do that, and then roll out with it. Dota came out afterwards, though. Okay, that's you are a professional baiter. Do not get baited, Jet. Oh my god, Tim. One enemy remaining.
The CS game sense. Oh no. Oh no no. Oh no. Oh. Zed's never gonna play with us again. 30 seconds left.